ايدي تشوهت وتورمت من كثر ما استخدم قلم الانسولين، ودائما عندي سكر مو منتظر. ما تشوف شريتك، الواضح انك ما كنت تستخدم قلم الانسولين بالطريقه الصحيحه، واللي حصل بسبب انك تحقن الانسولين في نفس المكان كل مره. لا تشيل، وراح اعيد لك شرح الخطوات الصحيحه. قبل كل شيء لازم تتاكد من تاريخ صلاحيه الانسولين، وضروري تتاكد ان الكميه اللي في العبوه كافيه للجرعه. ولما يكون الانسولين من النوع المخلوط تخلي القلم بشكل عمودي في راحه اليدين، وتدورها بلطف وتحركه من اليمين لليسار لحد ما يختلط تماما. تاخذ الابره الجديده وتركبها على القلم، تلفها بهالطريقه لحد ما تمسك، ثم تشيل الغطاء. تخلي اتجاه الابره للاعلى وتعبي وحدتين من الانسولين، ثم تفرغها من الهواء تماما حتى يخرج الانسولين من الابره. وبعدها تحدد جرعه الانسولين حسب وصفه الطبيب، وتحدد مكان الحقن واللي مهم تغيره بانتظام. يجب الابتعاد عن الحقن في اي منطقه من الجلد تحتوي على جروح او كدمات او حتى حساسيه او طفح جلدي. اماكن الحقن على البطن تبعد عن السره بمقدار اصبعين من جميع الاتجاهات، وعلى الذراعين يكون الحقن في المنطقه الخارجيه الخلفيه للذراعين مع ترك مسافه اصبع الى ثلاثه اصابع تحت الكتف ومثلها فوق المرفق. على الفخذين الجهه الجانبيه الخارجيه ترك مسافة إصبعين إلى ثلاثة من أعلى وأسفل الفخذ. أعلى الردفين يجب تغيير مكان الحقن في كل مرة بانتظام، مع ترك إصبع بين أماكن الحقن في المنطقة نفسها، ويتم الرجوع للحقن بنفس المنطقة بعد 24 يوم. أثناء الحقن تحدد مكان الحقن، تمسح مكان الحقن مسحة طبية وتخليه ينشف. تقرص الجلد بهذه الطريقة، نوجه الإبرة بزاوية 90 درجة وندخلها في الجلد بحركة سريعة. تترك قرص الجلد ثم تضغط بهذه الطريقة على القلم بالإصبع الإبهام إلى أن تخلص الجرعة، ونخليها لمدة 10 ثواني عشان ما يطلع الأنسولين برا، وتسحب الإبرة بنفس الطريقة وتزيلها من القلم. الضغط على موقع الحقن لمدة 5 إلى 10 ثواني، وبعدها نتخلص من الإبرة في وضعها في حاوي بلاستيكية مخصصة مع غلقها بإحكام. ويتم تخزين عبوات الانسولين في الثلاجة على الباب من الجهة الوسطى، واحرص على عدم فتح اكثر من عبوة في نفس الوقت، ولا تعرضها لدرجات حرارة عالية، واحفظها درجة حرارة الغرفة. ويجب التأكد من جودة الانسولين في كل مرة بالنظر اليها عن قرب، ولا ننسى بان الانسولين يفقد فعاليته بعد 30 يوم من فتح العلبة. وبالاخير لا تنسى تغير مكان الحقن بانتظام، وما تشوف شر ان شاء الله.